السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، طلبة السنة الخامسة. إحنا اليوم حنكمل بعد ما شرحنا الفيجوال باثوي، بنتكلم اليوم على نورمال أند أب نورمال بيوبل. الحقيقة أهمية دراسة البيوبل مهمة جدا، لأنها هي لها أبليكيشن في تشخيص الأوكلر ديزيزز والنيورولوجيكال ديزيزز والأذر سيستميك ديزيزز، وبالتالي مهمة جدا في تشخيصنا. محتوى هذه المحاضرة هنتكلم على البيبيلاري نيورو أناتومي أند نيورو فيسيولوجي، ونتكلم على الأفرنت بيبيلاري ديفكت سواء كانت أبسنت أبسوليوت أو ريلاتيف أفرنت بيبيلاري ديفكت. هنتكلم على الإيفرنت بيبيلاري ديفكت وعلى الأذر كوزز أوف لايت نير ديسوشيشن، وعلى سم كلينيكال ابلكيشن زي التونيك بيوبل وزي الهورنال سيندروم. الامبريولوجي مش بالضروري بالتفصيل يكون عندكم. اناتومي اوف ذا بيوبل، البيوبل وات از ذا بيوبل؟ البيوبل از اي هول اوبننج ان ذا ايريس تيشوز. هذه الاوبننج في الايريس تيشو بعد الامبريولوجي حجمها حوالي 2 ملم. الامبيدد ان ذا الايريس مكون من ايريس ستروما وايريس بيجمنت ايبيثيليوم. الايريس بيجمنت ايبيثيليوم هو اللي بيحدد لون الايريس حسب كميه الميلانين الموجوده فيه. في الايريس ستروما في عندي تو ماسلز، سفنكتر بيوبيلي ماسل ودايليتور بيوبيلي ماسل. هذول الماسلز ديرايفد فروم ذا نيورال اكتوديرم، وبعدين السايز اوف ذا بيوبيل فيرز فروم 1 ملم تو 9 ملم، من اصغر حاجه الى اكبر شيء. وبعدين السفنكتر شورتنز 87% of its length during contraction، بصغر حجمه. وبعدين sphincter is corrected to iris stroma ودايليتور muscles so contraction contains continues في حالة injury of dilator، بصير عندي لو حصل لها partial cutting. هذه البيوبل، في عندي small pupil, dilated pupil due contraction of dilator pupil muscle، وهذا sphincter pupil muscle اللي هي circular muscle موجودة. الانرفيشن اوف ذا ايريس ماسلز تتغذى بالاوتونوميك نيرفس سيستم فروم هايبوثالاموس، الدايليتور بيوبيلي من السيمباثيتك، والسفنكتر بيوبيلي من البارا سيمباثيتك نيرفس انرفيشن. اذا احنا بنتذكر انه هاي الاي طالع منها النيرفز، هاي الاوبتيك نيرف، هذا الاوبتيك نيرف، هذا الاوكيلوموتور نيرف طبعا او الثيرد نيرف. الاوكيلوموتور نيرف من البيوبيلاري باثوي بتيجي من الاوبتيك نيرف، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، لاترال جينيكليت بودي وداوت ساينابس، على التكتم اوف ذا ميدبرين، على السوبيريور كوليكولاس والبري تكتال نيوكليوس. فروم ذا بري تكتال نيوكليوس ذكرناها في الميدبرين اذا كانت تتذكروا، انه بتعطي بوث سايدز اوف تو ايدنجر وستفال نيوكلياي اللي هو الباراسيمباثيتك بارت اوف ذا اوكيلوموتور نيرف. سو الرايت بتعطي رايت وليفت، والليفت بتعطي رايت وليفت. بعد كده هنا في النيوكليوس بتبدا قصه الايفرنت. It start from the edingerous nucleus the oculomotor nerve. الاوكيلوموتور نيرف بروح بيودي للباراسمباثيتك عن طريق الشورت سيلري نيرفز. الشورت سيلري نيرفز بتمشي مع الشورت سيلري ارتريز عشان تدخل سوبرا كورويدال سبيس للعين، بتغذي السفنكتر بيبيلي مسل، بتغذي لي السيلري مسل of the ciliary body. ciliary body ciliary muscle زي ring muscle its contraction decrease عشان تعمل لي accommodation reflex. عودة للسلايدز، في عندي ال first order neuron from the retina عن طريق ال axons of the ganglion cells to the pretectal nucleus، and from the second order neuron أو اللي بسميه ال inter neuron from pretectal nucleus to both زي ما ذكرنا Edinger Osphal nuclei. لذلك its damage will lead to light near dissociation زي ما بيحصل في النيوروسيفيلس and the tumors of the pineal body pineomas. The third order neuron اللي هو البريغانجليونيك اللي رايح على السيلياري جانجليون from Edinger Westphal nucleus to the ciliary ganglion in the orbital cavity. The fourth order neuron from the postganglionic motor neuron from the ciliary ganglion and pass in the short ciliary nerves to innervate the pupillary muscles أو the pupil أو sphincter pupillary muscle.
السيمباثيتك انرفيشن الفيرست اوردر نيورون من البوستير هايبوثالاموس ديسنت اند كروس تو ذا سيليو سباينال سنتر اوف باتش ان ذا لاترال هورن اوف ذا سباينال كورد بلو سي 8 تو تي 2. السكند اوردر نيورون نسميه بري جانجليونيك بالنسبه لمين؟ للسوبيريو سيرفايكال سيمباثيك جانجليا فروم ذا سيليو spinal center to the superior cervical sympathetic ganglia in the neck and it is very closely related to the apical pleura. عشان كده لما بيحصل في عندي apical tumor تعطيني هورنر سيندروم سواء كان مشكلة. third order neuron post ganglionic from the superior cervical sympathetic ganglia ascend along the internal carotid artery to enter the cavernous sinus. The cavernous sinus joins the ophthalmic division of the trigeminal nerve اللي هو V1 ophthalmic and reach the ciliary body and dilatory pupillary muscle via the nasociliary nerves and long ciliary nerves اللي هم branches أيضا from the ophthalmic artery. The physiology of the pupil, the normal pupil لما احنا بنطلب من الناس يكتب report على pupil short بيكتب RRR يعني round, shape, regular, reactivity and reactive يعني it is respond to light. لكن مكانه usually central لكن في 10% it is not central. السايز تبعه varies with age بيكون small في الانفانتس و small في الكبار السن بعد ال 60-65 سنة. وبعدين في النيو بورن بيكون usually myosed. The largest pupil in adolescence gradually smaller until 60 years. بعد 60 سنة برجع سبحان الله. The pupil في حالة الفيسيولوجي is in active reaction whether a day or night. نسميها البيوبل الرقاص all the time. حتى يعني أثناء وانت sleep لو واحد طلع على البيوبل بيلاقي في عندي small contractions. بعد كده في عندي نسبة اختلاف في حجم البيوبل في 15 ل 20% من البوبوليشن. بنحل هذه الحاله بنسميها انايزوكوريا بيكو اند ات از نوت كونستانت. يعني مش ضروري انه يضل اللي عنده انايزوكوريا هو طفل يضل عنده انايزوكوريا وهو كبير او في المراحل المختلفه. الفينومينا هذه مش لكم. الايفكت اند انتنسيتي اوف ذا ستيمولس دارك ادابتد ايز. دائما احنا واحنا في العتمه لو اي واحد ضوء قداحة أو شرارة صغيرة بنشوفها بوضوح جدا. ليش؟ لأنه the pupillary threshold in the dark are very low يعني بس بده نكشة ويشوف. increased light intensity the contraction becomes stronger. بتشوف the pupil بصغر بعدين بصغر أكتر بصغر أكتر light مع light intensity. لكن لو عندي very strong light بيحصل prolonged reaction but not amplitude and spastic meiosis may happen delayed retraction. هذه احنا لها clinical application يا اولادي انه الانسان لما بيقعد بيقرا او بيطلع على الجوال فتره طويله البيوبل مايوزد. لما البيوبل مايوزد بيحصل spasm of the sphincter pupillary muscle and ciliary muscle. هذا السبازم لما يجي يطلع على حاجه بعيده بيلاقيها مغبشه بيلاقي ليش due to delayed redilatation. مش كده وبس احيانا ممكن الانسان او الشخص يلاقي عنده صداع يلاقي عنده وجع في العينين اي سبرين اي سترين يعني ديو تو سباستيك مايوسيس اوف ذا بيوبل اند ذا سيلس. كمان الفاتيج والايموشنز هيلثي اليرت بيرسونز هاف ريليتيفلي لارج بيوبلز التايرد بيرسونز هاف سمولر بيوبلز اند مور اوسيليتنج توورز سليب البيوبل كونستريكتس فيردر موديفيكيشن اوكيرز باي هيومورال ادرينرجيك mechanisms. Spectral sensitivity of light reaction related to the apparent brightness طبعا مش تفاصيله مش مطلوبة. والبيوبيلي موتور sensitivity of various parts of the retina تختلف. طبعا central retina is much more sensitive than the peripheral retina لأنها stimulus على الفوفيا والفوفيا على الكونز على central vision. طيب اللايت ريفلكس في عندي في The reflexes of the pupil are three reflexes. Pupillary light reflex, accommodation reflex, and near response or near reflex. لما يجي light reflex في عندي direct light reflex يعني when I shine light on this eye,
there will be contraction of the right eye and contraction of the left eye. يعني constriction of the right eye, constriction of left eye. اللي هنا في ال right eye اسمها direct. اللي other eye اسمها consensual أو indirect. So light in one eye stimulate both pretectal nuclei. ليش؟ لأنه بيحصل في عندي hemidecassation at the midbrain level اللي قلنا عليه from pretectal nucleus to both Edinger Westphal nuclei of the oculomotor nerve in the midbrain at the level of the superior colliculus. أحيانا بيحصل شوية deficits of 0.1 millimeter in less than 5% of the population. يعني مش بالضرورة إنه يكون ال حجم ال constriction equal in both eyes. It is there is no variations. ال accommodation reflex قبل ما نوصل للنير ريفلكس. ال accommodation reflex إنه الإنسان لما بتطلع على حاجة بعيدة الآي ريلاكس، لما تيجي بتطلع على حاجة قريبة الآي كونستريكتس، and the power of the crystalline lens increase so that he can see near objects. This increase the power of the lens and the pupillary constriction is the accommodation reflex. الreflex الثالث اللي أمامنا هنا اللي هي near response or reflex اللي هي near reaction of the pupil. لما احنا بنكون نطلع على حاجه بعيده جدا، نطلع على حاجه بعيده مثلا، وبعدين فجاه نطلع على حاجه قريبه، بنلاقي ثلاث حاجات. اول حاجه الـ pupil constricts، accommodation of the lens increased power of the lens increased، and both contraction of both recti muscles. التنتين الريكتاي muscles بيروحوا contraction فبيحصل convergence. So it depends on supranuclear connection between the neurons serving sphincter pupillary muscle, neurons serving ciliary muscle كمان اللي هي في ciliary body, والneurons serving the medial recti of muscles of both eyes. وهدول مين اللي mediated يا أولادي عليهم؟ اللي mediated medial longitudinal bundle. لأنه في reticular formation في عندي horizontal eye center وفي vertical eye center. The horizontal بيخدم convergence والdivergence. Convergence و Divergence. الحقيقة إنه بيقولوا على Near Response it is not a true reflex but it is associated movements. يعني movements of the sphincter pupillary muscle, movements of crystalline lens increase in thickness, and movement of the both recti muscle. إيش الهدف منهم؟ To sharpen the image on the retina. الفارماكولوجي of the pupil بيشتغل الدراجز إما على السينابسز أو synapses يعني زي السيلياري جانجليون أو زي الـ Edinger Westphal nucleus أو على الإفكتور سايت سواء كان المصل itself اللي هو سفنكتر بيوبيلي مصل أو دايلاتور بيوبيلي مصل أو يكون له سنترال إفكت زي ما بيحصل للناس اللي بياخدوا مثلا أتروبين بيحصل بيشربوا أتروبين لأمراض البراديكارديا individual differences in iris response to topical drugs. General condition of the patient influence pupil size. يعني الشخص المتوتر زي ما انتم هلقيتها في نهاية السنة pupil usually dilates لكن drowsy patients usually constricts. هذه pupil small pupil and large pupil واللight near dissociation هنا light near dissociation this is a disease characterized by there is no reaction to light but there is reaction to near response. كيف يعني؟ يعني لو افترضنا جدلا واحد كفيف تماما يعني لا يرى الضوء لكن انت قلت له انه في قدامك خطر مثلا سكينه او مسطره او كذا بتلاقي البيوبل the eyes will converge and accommodation will increase and the pupil will constrict. So pupil react to near but not react to light. This is what is the meaning of light near dissociation. الأمثلة اللي موجودة عندنا في بعض الأمراض موجودة عندنا هذه الأمثلة زي syphilis اللي هي الأرجايل روبرتسون pupil. It is caused by neurosyphilis usually bilateral and asymmetrical. Pupils characteristics تبعته are small and irregular. في عندي light near dissociation. Pupils are difficult to dilate. Light near dissociation, another example is
اللي هو it is pupil, it is caused by the innervation of the postganglionic supply to sphincter pupillary muscle and ciliary muscle. It may follow a viral illness احيانا وممكن affects young adults. Usually it is unilateral in 80% of cases. Light near dissociation في الـ Aedes pupil characteristics تبعتها الـ pupil is large and regular. هذاك small and irregular في الأرجاء الروبنسون pupil. Light reflex is absent or sluggish and is associated with vermiform movements of the pupillary border. It is visible on slit lamp. The pupil responds slowly in the near reflex and free response following which redilatation is slow. يعني هو شوية بيقرب لكن the redilatation is very slow. Accommodation may manifest similar tonicity in that once a near object has been fixated, the time taken to refocus in the distance, relax the ciliary muscle is prolonged. In long-standing cases, the pupil may become smaller, little bit smaller, اللي هو إيش little old tonic, يعني mid dilated. كمان من ضمن ال characteristics, the association of Aedes pupil in some cases are diminished deep tendon reflexes. بنسميه في هذه الحالة Holmes Aedes pupil أو syndrome and the autonomic nerve dysfunction. الفارماكولوجيكال تيستينج مش عليكم. اسباب اللايت نير ديسوسيشن اسبابها في لو كانت يونيلاترال افرنت كوندكشن ديفيكتس ايدز بيوبل هيربس زوستر اوف ثالبيكاس اند ابرنت ريجنريشن اوف ذا ثيرد نيرف. لو كان بايلاترال زي حالات النيوروسيفيلس اللي قلنا عليه ارجاي لروبرتسون بيوبل تايب 1 دايابيتس ميليتاس مايوتونيك ديستروفي برينوتس دورسال ميدبرين سيندروم فاميليال اميلودوسيس انكيفالايتس اند كرونيك الكحوليزم. الافرنت بيبيلاري ديفكت الافرنت يعني جايه من الضلع الافرنت اللي رايح للنيوكليوس في عندي حاجتين يا اما ابسوليوت اماروتيك بيوبل يعني توتال اور كومبليت اوبتيك نير دامج او ليجن الاي از بلايند البيوبل ايكوال بوث بيوبل سايز دايركت لايت ليد تو نو ريسبونس لكن النير ريفلكس از نورمال ان بوث ايز لو انت يعني عنده سواء كان يونيلاترال او بايلاترال وتطلع على حاجه قريبه بنلاقي البيوبل رياكس سو ات رياكس تو نير بات داز نوت رياكت تو لايت. هذه كانت ابسوليوت الافرنت البيوب الاوبتيك نيرف از نوت ات از انكمبليت اوبتيك نيرف ليجن دامج من الافرنت ريليتيف افرنت بيوبيلاري ديفكس بنسميه احنا ايش ماركوس جان بيوبل incomplete optic nerve lesions, severe retinal disease, never by dense cataract. اللي عندهم cataract ما فيش عندهم relative afferent pupillary defect. Features are less than afferent pupillary absolute pupillary defect and it is tested by swinging flash light test. ايش swinging flash light test؟ بنجيب اضاءة بنحطها على العين الرايت. مثلا ايش بيحصل؟ constrict. بنرفع اللمبة ايش بيحصل؟ دايليت تنتين دايليتيشن. طبعا لو حطينا على الناحية الشمال كونستريكت this is normal. الناس اللي عندهم افرنت بيبيلاري ديفكت هو ايش فكرة البيبيلاري ريسبونس؟ زي اي اكشن بوتنشال لما نحط هنا ديبولاريزيشن تمام؟ قلت لما يكون واحد عنده افرنت ديفكتس ايش اللي بيحصل؟ ان ديبولاريزيشن رحله الريبولاريزيشن تستمر فبدل ما يصير كونستريكشن كونتينيو دايلاتيشن فبنسميها دايلاتيشن باي لما نحط الضوء على الناحيه الشمال كونتينيو دايلاتيشن ذيس از ذا سوينجينج فلاش لايت تيست. الافرنت يعني بعد النيوكليوس بعد الايدنجر وستال نيوكليوس يا اما يكون الليجن in the efferent motor nerve او الايريس ديزيز في المسل في التارجت او البيوبيلاري مسلز اتسلف اند انايزوكوريا از بريزنت بتلاقي في الحاله هذه لو كان عندي efferent تلاقي بيوبل دايليتد وبيوبل ايش كونستريكتد. الكلينيكال ابلكيشن اللي هو الهورنر سيندروم كاركترايز باي توسيس وميوسيس وانهيدروسيس هيتيروكروميا ايريدس كاركترايز باي سلو دايليتيشن لكن النورمال لايت ريفلكس اند نورمال نير ريسبونس.
اسباب الهورنر سيندروم ممكن يكون سنترال الفيرست اوردر نيورون او بري جانجليونيك سكند اوردر نيورون او بوست جانجليونيك ثيرد اوردر نيورون. من ضمن الامثله المشهوره تبعت البري جانجليونيك اللي هو البانكوست تيومر اللي هو اللي بيصيب الايبكس اوف ذا لانج، بالاضافه الى الكاروتيد اند اورتيك انيوريزمز اند ديزيز والنيك ليجنز لو كان في عندي على سبيل المثال اكسترا ريب او خلافه، والبوست جانجليونيك اللي هو الثيرد اوردر نيورون زي الناس اللي عندهم كلاستر هيديك والانترنال كاروتيد ارتري دايسكشن والنيزو فارنجيال تيومرز والتايتس ميديا كمان بتعمل وكالكافيرنس ثرومبوزز. الفارماكولوجيكال تيست احنا بنعمله مش مطلوب منكم. شكرا جزيلا والى اللقاء في المحاضره القادمه ان شاء الله.